الطائف في رحابنا ونتلو على الدنيا كتاب ربنا ونتلو على الدنيا كتاب جهادنا ونتلو على الدنيا كتاب ربنا صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا قولوا يا الله اللهم أنت أحق من ذكر يا الله وأعز من عبد يا الله وأرأف من ملك يا الله وأوسع من أعطى يا الله أنت الأحد يا الله أنت الأحد الذي لا شريك لك يا الله والفرد الذي لا ند لك يا الله كل شيء هالك إلا وجهك يا الله لن تطاع إلا بإذنك يا الله ولن تحصى إلا بعلمك يا الله تطاع فتشكر يا الله وتحصى فتغفر يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك بنور وجهك يا الله الذي أشرقت به ظلمات السماوات والأرض يا الله وصنع عليه أمر الدنيا والآخرة يا الله أن تثبت عبدك محمد مرسي يا الله اللهم ثبت عبدك محمد مرسي يا الله اللهم من مكر به فامكر به اللهم من تآمر عليه فتآمر عليه اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأكلد وأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود أيها المصريون يتآمروا أو لا يتآمروا أطمنكم جميعا أن الدكتور محمد مرسي عارف المرجعية كويس وعارف طريقه كويس ومحدد هدفه كويس فلن يستطيع أحد أبدا أن يثنيه عن تطبيق شرع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله غايتنا والرسول قدوتنا والرسول زعيمنا والرسول زعيمنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا من عصى الله فينا أطعنا الله فيه من بسط يده ليقتلنا ما نحن بباسط أيدينا إليه لنقتله سندافع عن هذا الدين بصدور عارية بصدور عارية بصدور عارية الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها المسلمون أيها المسلمون